السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي كعادتنا. جميعا كفريق عمل نسعى لتقديم كل ما هو جميل وجديد وشيق ومثير للأسرة العربية والخليجية والسعودية، وأكيد كعادتنا بنبدأ بعناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نشوفها سوا. في سيدتي اليوم، سيدتي تكشف المزيد عن تفاصيل هروب الطفلة نورة وعودتها على لسان العائلة. زهراء الضامن، سيدة سعودية تتحدى إعاقتها وتمثل المملكة عالميا. سعودية تعشق التاريخ والتراث وتبرز موهبتها في إعادة تصميم البيوت القديمة. التجار الصغار، مشروع جديد لتعزيز مفهوم العمل التجاري مبكرا لدى الأطفال. مشروع عالم الصوف، تتخصص في تأمين الخامات والأدوات الحرفية وتدريب الراغبات على الحرفة. على خلفية الاستعدادات لإطلاق معاهد للخياطة، سيدتي تطرح التساؤل، هل تنجح مهنة الخياطة بين السعوديات؟ عموما مشاهدي الكرام، أكيد اللي الناس اللي ما تابعوا فقرة أو حلقة سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية، إحنا بندعوهم يتابعوها عبر صفحتنا باليوتيوب، كذلك دائما بانتظار اقتراحاتكم وتعليقاتكم عبر صفحاتنا في فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكذلك لا تنسوا كواليس وتفاعل برنامج سيدتي والعاملين به عبر صفحاتنا أو حسابنا في السناب شات الظاهر أمامكم على الشاشة. والآن وسريعا حنتقل لزميلتي العزيزة رانا بالرياض، ولكن بعد ما أمسي عليها يسعد لي مساك الجميل يا رانا. يسعد مساك خلود، ومساء الخير لكل من يتابعنا في برنامج سيدتي لليوم. مشاهدينا، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق افتتحت دار الأزياء الفرنسية هيرمز معرض وندرلاند. خلونا نتابع هذا التقرير القصير ونرجع معكم. لدار الأزياء الفرنسية إغميز بعد باريس ولندن، ها هو اليوم يحط رحاله بدبي باعتبارها وجهة سياحية مهمة في جلب الزوار من كل أنحاء العالم. احنا طبعا حبينا ان احنا نحتضن فعاليه مهمه خلال منصه الازياء، وهذا المعرض هو نتيجه شراكه مهمه من بين مؤسسه دبي للمهرجان ودبي مول والعلامه التجاريه هيرمز. احنا حبينا نقدم لزوار المهرجان وكذلك للسواح في نفس الوقت وسكان اماره دبي معرض مهم جدا. هذا المعرض طبعا حيقام لمده 3 أسابيع الجايه، وهو مفتوح للجميع ويقام على مساحه تقريبا 10,000 متر مربع. وندرلاند أقيم على نافورة دبي مجسداً جزيرة عائمة تتكون من 11 غرفة تصلها عن طريق ممرات ضيقة صممت بطريقة مبتكرة من توقيع الفنان الفرنسي أوبرت لوغال، الذي غير بتصميمه هذا مفهوم المعرض التقليدي بمفهوم التنزه الباريسي أو ما يسمونه بالتسكع، ليعيش فيه الزائر رحلة جمعت الحاضر بالماضي في تجربة التجوال بين المقاهي والبيوت والشوارع الباريسية والتمتع بمنتجات إغميز منذ بدايتها إلى يومنا هذا. الواندرلاند هو الاسم بيجي من كلمة واندر، وهو التجوال، وهذه هي الفكرة الأساسية التي يقام عليها هذا المعرض. فخلال وجودك في المعرض هذا وتنقل من جميع أركانه أو جميع أجزانه، بتحس أنك تتجول في أوقات مختلفة من الماضي المصاحب لهذه الماركة العالمية. من أفضل بالنسبة لي أنا، من أفضل الأركان اللي شفتها وانبهرت فيها اللي هو ركن المقهى. اللحظة اللي شفت ركن المقهى حسيتني أنا انتقلت فعلا من إمارة دبي إلى باريس، وهذا شعور أنا حسيت فيه. فأنا متأكد أن جميع الزوار اللي بيكونوا موجودين معنا كذلك بيحسوا بنفس الأحاسيس والمشاعر خلال تنقلهم أو تجوالهم في هذا المعرض. مشاهدينا، بعد ما تابعنا هذا التقرير المتميز، خلونا نطلع فاصل قصير نرجع معكم نكمل فقرات برنامجكم سيدتي.
في سيدتي بعد الفاصل. سيدتي تكشف المزيد عن تفاصيل هروب الطفلة نورة وعودتها على لسان العائلة. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم.